السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه إن شاء الله عن الـ De Novo Protein Structure Prediction، وده معناه إزاي أتنبأ أو إزاي أستخدم برامج الكمبيوتر أو السوفت وير علشان أتنبأ بالـ Structure بتاع البروتين. ودي الحقيقة حاجة مهمة جدا للناس اللي شغالين في البروتين ساينس وفي البيولوجي وفي الـ Structure البيولوجي، لأن من خلال معرفة البروتين Structure أقدر اعرف الفانكشن بتاعته، اقدر اعرف الوظيفه بتاعته، وكمان اقدر اتلاعب فيه او اغير في الفانكشن من خلال ميوتيشنز وغيره. فهي الحقيقه جزء او دومين مهم جدا في الاستراكشر البيولوجي، وكان لحد فتره قريبه من سنتين تقريبا كان موضوع الاستراكشر ديترمينيشن او 3 دي استراكشر ديترمينيشن اوف بروتين حاجه صعبه المنال، وكان محتاج لها اكسبيرمنتس معقده في المعمل واكس راي كريستالوجرافي وحاجات كتيره قوي. ان شاء الله نحاول نتناولها باختصار في الفيديو ده. الحقيقه اللي شجعني ان انا اسجل الفيديو دوت هو ظهور سوفت وير من انتاج شركه ميتا مؤخرا، يعني من حوالي اسبوعين فاتوا من وقت تسجيل الفيديو، وكان قبليه بفتره من حوالي سنتين كانت جوجل منزلة برضو برنامج اسمه ألفا فولد 2، وقبلها بسنتين كانت منزلة برنامج اسمه ألفا فولد 1، وكلهم كانت برامج هدفها الأساسي هو التنبؤ بال 3D structure بتاع البروتينز من خلال إن أنت بتدي السوفت وير التتابع بتاع البروتين، البروتين سيكونس، الأحرف بتاعة البروتين اللي جاية طبعا بالضرورة من الجين، تدي له التتابع وهو في خلال وقت قصير بيبتدي يديك شكل 3D structure بتاع البروتين وبدقة عالية. فكان المستحوذ على القصة دي في البداية شركة جوجل، وعملت الحقيقة بريك ثرو في القصة دي. الميثودز بتاعتها كانت عاملة بريك ثرو، وكانت درجة الدقة واصلة لحاجة كبيرة قوي، تقريبا اكتر من 90% درجة الاكيورسي او درجة الدقة بتاعت البريدكتد ستراكشرز. دخل معاه على الخط وفي المنافسة في القصة ديت شركة فيسبوك، الحقيقة برضو عملت سوفت وير جبار برضو هنشوفه ان شاء الله بعد شوية، ينافس الفا فول 2 الانتاج شركة جوجل في قصة البروتين ستراكشر ديترمينيشن. الحقيقة حابب في البداية قبل ما اتكلم على الميثودز دي والسوفت وير دي أدي خلفية كده عن البروتين ستراكشر وأهمية الديترمينيشن اوف بروتين ستراكشر. طبعا كلنا عارفين ان الدي ان اي بيحتوي على جينز، والجينز ديت عبارة عن انفورميشن او كود. الكود دوت بعد كده بيترجم عن طريق عملية ترجمة البروتينز الى سيكونس، سلسلة من تتابعات من الامينو اسيدز اللي بتخرج من الرايبوزوم اثناء عملية البروتين ترانسليشن او تصنيع البروتين داخل الخليه. فده عباره عن كود، ده عباره عن انفورميشن ومتسجله في الدي ان اي وبتطلع بنسخه من الار ان اي. ودي عمليه سهله جدا ان انا اعرف الانفورميشن دي او اعرف الكود او اعرف السيكونس التتابع بتاع البروتين او بتاع الجين. والحقيقه الجين بانك دوت داتابيز كبيره قوي موجوده على الانترنت، سهل الوصول اليها وسهل الحصول على اي سيكونس موجود لأي كائن حي، لأي جين لأي كائن حي. والحقيقة الداتابيز دي موجود فيها مليونز، هندرد اوف مليونز من الجينز اللي متسجلة ومحفوظة في الجين بانك. وده ان دل الرقم الكبير ده ان دل فبيدل على ايه؟ بيدل على ان عملية معرفة الانفورميشن او السيكونس دي عملية سهلة جدا وما بتاخدش دقايق في المعمل، ان انا بعمل اكستراكشن للدي ان ايه او للجين اوف انترست، وبعد كده بدخله على الجين سيكونسر او البروتين سيكونسر يطلع لي مباشرة تتابع من البروتين. فالمعلومات دي سهل الحصول عليها وسهل التعرف عليها. لكن كانت القصة الصعبة، طبعا احنا عارفين قبل ما اتكلم على قصة البروتين ستراكشر ان التتابع من البروتينز دوت بعد كده بعد ما بيترجم بيبتدي ياخد شكل محدد، والشكل المحدد ده بيمر بمراحل. المرحلة الأولى ان بيبتدي السيكونس ده او السترين دوت او السلسلة دي التشين الامينو اسيد التشين دي تبتدي تاخد ما يسمى بالسكند ستراكشر. السكند ستراكشر ده يا اما بيكون الفا هيليكس، يعني يبتدي التتابع ده ياخد شكل الهيليكس او اللولب،
او ياخد ما يسمى بشكل البيتا شيت، يبتدي يتلزق جنب بعضه او يترصص جنب بعضه وياخد شكل مسطح كده او شكل 2D، اسمه البيتا شيت. سواء الفا هيليكس او سواء البيتا شيت، ده بسميه السكندري ستراكشر بتاع البروتين. ده البرايمر ستراكشر اللي هو السيكونس، الانفولدد سيكونس، يعني مجرد تتابعات راندوم عشوائي من الامينو اسيدز لسه ما خدتش شكل محدد، بسميه البرايمر ستراكشر. بعد كده بيبتدي يحصل ترتيب للاستراكشر ده وياخد السكندري ستراكشر، بيكون يا اما الفا هيليكس يا اما يكون بيتا شيت او ميكس من الاثنين، يعني جزء من البروتين بيبقى فيه الفا هيليكس وجزء تاني بيبقى واخد شكل البيتا شيت. بعد كده بيبتدي يحصل ترتيب على مستوى اعلى ويديني الشكل النهائي للبروتين اللي بسميه تيرشري بروتين ستراكشر، الشكل النهائي تيرشري. ولو عندي اكتر من يونت من التيرشري ستراكشر بتبتدي تلزق جنب بعضها او تترتب جنب بعضها بالهيدروجين بوندنج زي ما انتم شايفين كده، وتديني ما يسمى بالكواترنري ستراكشر. يبقى التيرشري ستراكشر والكواترنري ستراكشر ده الشكل النهائي اللي بيقوم بالوظيفة الحقيقية داخل الخلية. يعني البروتين في الشكل البرايمري او في الشكل السكندري ملوش اي وظيفة، هو مجرد معلومة، لكن لما المعلومة دي تترجم وتترتب لشكل ثلاثي الابعاد ومحدد 3D structure سواء tertiary protein structure او quaternary protein structure، ده معناها ان خلاص البروتين اتحول من كونه information او code الى structure قادر على القيام بوظيفة محددة داخل الخلية، يعني يقوم بفانكشن محددة. زي ما اتفقنا ان قصة تحديد السيكونس عملية سهلة، لكن تحديد الشكل الثلاثي الابعاد او tertiary structure او الكواترنري structure هي عملية صعبة جدا ان انا اقوم بها في المعمل. يعني حاليا علشان احدد ال 3D structure لبروتين محتاج ان انا افصل البروتين الاول، ودي مش عملية صعبة قوي. بعد كده بعمل purification للبروتين، دي اصعب شوية من اللي قبلها. بعد كده بعمل crystallization للبروتين، ودي عملية صعبة جدا ومش كل البروتينز اقدر اعملها crystallization، لان في نوع من انواع البروتين بتبقى موجودة على الميمبرين بتاع الخلية، دي محتاجة وسط لايبوفيليك، وده بتبقى يعني في غاية الصعوبة ان انا اعمل لها crystallization، يكاد يكون مستحيل. يعني عندي few examples في البروتين ده داتا بانك على بروتينز ميمبرين. طيب بعد ما حددت عملت كريستاليزيشن، يعني حولت البروتين بتاعي اللي انا كترته في المعمل الى كريستال، ببتدي اروح اعمل اكس راي كريستالوجرافي. والماشين بتاع الاكس راي دي مش متوفره في كل انحاء العالم لانها غاليه جدا، حتى التجربه بتاعت الاكس راي ان انا اصور البروتين او الكريستال اللي انا حضرتها دي بالاكس راي عمليه صعبه برضو مش سهله. وبعد كده بطلع المعلومات بتاعت الاكس راي وابتدي اعمل لها ريفاينمنت واطلع في الاخر موديل الاكس راي. بعد كده يعني تطورت بعض عمليات الديترمينيشن بتاعت البروتين، بقى عندي طريقه بالان ام ار ممكن ان انا استخدمها، او الكرايو الكترون مايكروسكوبي، دي برضو عن طريق الميكروسكوب الالكتروني او الالكترون مايكروسكوب اقدر برضو اعمل كابتشر لصوره من الكريستالز بتاعت البروتين اللي احنا اتفقنا عليها. اللي انا عاوز اوصله في الاخر او اقوله لحضراتكم ان عملية تحديد الاستراكشر 3D structure بتاع البروتين سواء tertiary structure او quaternary structure اللي بتقوم بالفانكشن الحقيقية داخل خلية عملية معقدة وصعبة جدا، واحيانا بتاخد وقت كبير قوي ومكلفة. لكن الجميل في الموضوع ان من حوالي 4 سنين او من حوالي 5 سنين، وده اللي بقى الموضوع الاساسي بتاع الحلقه، ان ابتدت الذكاء الاصطناعي او الماشين ليرنينج والذكاء الاصطناعي تعلم الاله والذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس الحقيقه دخلت على الخط وساعدت في حل المشكله دي، مشكله تحديد ال 3D structure. طب ازاي؟ عن طريق التنبؤ بالستراكشر. طب التنبؤ ده ممكن يكون غير دقيق فعلا في البدايه، من حوالي 8 سنين او 10 سنين ظهر حاجه اسمها روبيتا فولد، كانت هي اول الحقيقه خطوه جاده في القصه دي، لكن كانت الاكيوريسي بتاعتها لا تتعدى 60% او 50%، يعني الاستراكشر اللي بيتنبأ بيه السوفت وير كان ضعيف شويه، الدقه بتاعته ضعيفه شويه. لكن من 4 سنين لما ظهرت معانا
او شركة جوجل ظهرت او طورت ما يسمى بالالفا فولد، وبعدها بسنتين طورت الالفا فولد 2. بقى الموضوع اولا سريع، اسرع من الاول بكتير، ودرجة الدقة تجاوزت 90%. فده كان صراحة بريك ثرو القصة دي، لان المشكلة دي كانت يعني مفرملة التقدم في المنحة ده اللي هو تعيين ال 3D structure. ودي زي ما قلت لكم، مجرد ان انا بعرف ال structure اقدر اتنبأ بال function، واقدر اغير في ال function، واقدر اعرف علاقة البروتين ده بالبروتين اللي جنبه والبروتينات التانية. فهو دوت العالم الحقيقي، الكود مش هو العالم الحقيقي، دي معلومات، لكن تطبيق المعلومات دي على ارض الواقع من خلال معرفة ال 3D structure دي كانت مشكلة، وكان يعتبر صندوق اسود الناس مش قادرة تعرف ايه اللي بيحصل فيه. فالسوفت ويرز اللي انا اتكلمت عنها دي الحقيقة بشكل كبير جدا يعني مهدت الطريق للفتح العلمي الكبير اللي هيحصل، اللي حصل الحقيقة ولسه هيتطور وينتج عنه فتوحات علمية تانية اكبر منه بكتير، من خلال ان هو خلاص نور لنا الأوضة الضلمة دي اللي هي كانت البروتين ستراكشر. مش عارف البروتين ستراكشر، اه عارف السيكونس كويس جدا، لكن مش عارف البروتين ستراكشر. فهو الحقيقة يعني مهد لنا الطريق وفتح لنا السكة للتطوير الأكتر في النقطة دي. تحديد البروتين ستراكشر باستخدام الكمبيوتر خد أكتر من طريقة أثناء تطوره. في آخر 15 سنة ابتدت بحاجة اسمها الهومولوجي موديلنج. وفي الهومولوجي موديلنج بيكون عندي السيكونس اللي انا عاوز اعرف الاستراكشر بتاعه، بحاول اشوف سيكونس تاني قريب منه شبيه ليه ومعروف الاستراكشر بتاعه، بستخدمه از تمبلت كتمبلت او نموذج اقدر من خلاله استشف او اتنبأ بالاستراكشر بتاع السيكونس الجديد. فالاتنين بحطهم فوق بعض كده وبعمل ما يسمى بالسيكونس الاينمنت، وابتدي اشوف والله السيكونس ده الشكل السكندري بتاعه بيبقى كذا بالشكل ده من خلال التمبلت، والسيكونس ده الشكل بتاعه في التمبلت كذا، والسيكونس ده الشكل بتاعه في التمبلت كذا، وابتدي ارتب السب ستراكشرز او السكندري ستراكشرز دي لحد ما اوصل لل3 دي ستراكشر او للتيرشري ستراكشر، ويديني موديل ممكن يديني اكتر من نموذج بدرجات دقة او ثقة متفاوتة. الطريقة دي الحقيقة فعالة جدا، وآخر 15 سنة زي ما قلت لكم الناس اعتمدت عليها بشكل كبير جدا في حل المشكلة دي، لكن كان ليها بعض الليميتيشنز، كان ليها بعض الصعوبات أو العيوب، ألا وهي إن أنا لازم علشان أتنبأ بالبروتين ستراكشر لازم يكون عندي سيكونس شبيه، ودرجة الشبه دي لا تقل عن 30% درجة شبه اللي بسميها سيكونس ايدنتيتي، لازم تكون اكبر من او يساوي 30%. لو عندي السيكونس دوت ملوش شبيه بدرجة اعلى من 30% مش هقدر استخدم الميثود دي بطريقة دقيقة، المودلز هتطلع عندي هتبقى غير دقيقة ولا يعتمد عليها. فدي كانت احد الليميتيشنز بتاعت الهومولوجي موديلنج. فريق تاني من الناس اللي شغالين في البايوفيزيكس قال لك طب ما انا ممكن احاكي عملية الفولدنج. مش اتفقنا ان اول ما بيحصل ترانسليشن للبروتين داخل الخليه بيبتدي الانفولدد سيكونس اللي واخد شكل عشوائي زي ما انتم شايفين هنا كده بيبتدي يحصل له فولدنج لحد ما ياخد الشكل النهائي بتاعه اللي بسميه تيرشري ستراكشر او كوارترنري ستراكشر. فانا احاكي العمليه ديت باستخدام المولكيولر داينامكس سيميوليشن. يمكن احنا اتكلمنا على المولكيولر داينامكس سيميوليشن في فيديوهات قبل كده وعرفنا يعني ايه. فانا ادخل السيكونس دوت او الاستراكشر اللي هو الانفولدد للكمبيوتر، واخلي الكمبيوتر يحاكي عمليه الفولدنج. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده، اول ما هيبتدي عمليه المحاكاه هلاقي الانفولدد استراكشر دوت خد في النص كده اثناء عمليه المحاكاه انترميديت استراكشرز لحد ما يوصل للفاينل استراكشر. طب انا هعرف الفاينل استراكشر ازاي؟ الفاينل ستراكشر هو الستراكشر اللي اقل مستوى من الطاقه، بسميه الجلوبال مينيما، اقل مستوى الستراكشر الحاصل على اقل مستوى من الطاقه او الفري انرجي هو دوت يعتبر الستراكشر بتاعي او الفاينل ستراكشر او التيرشر ستراكشر بتاعي. زي ما انتم عارفين ان دايما في الطبيعه المولكيولز والبروتينات دي المولكيولز بتسعى دايما
انها تصل لاقل مستويات من الطاقه. الحاله الانفولد دي حاله عشوائيه وبتتحرك كتير، ده معناها ان الطاقه بتاعتها عاليه، وده مش كويس. زي ما اتفقنا ان المولكيولز دايما بتسعى انها تكون مترتبه وفي اقل مستويات ومستقره، ومعنى استقرار انها تكون في اقل مستويات من الطاقه. فيبتدي عمليه المحاكاه تشوف والله ازاي الانفولد ستراكشر هيسعى ان هو يصل لاقل مستوى من الطاقه، وعند اقل مستوى من الطاقه بشوف والله الاستراكشر ده هو عامل ازاي، وهو دوت الثري دي ستراكشر بتاع البروتين. لكن زي ما حضراتكم شايفين اثناء رحله وصول الانفولد ستراكشر الى الجلوبال مينيما او اقل مستوى للطاقه، ممكن يكون في عندي حاجه اسمها لوكال مينيما، يعني مستويات برضو قليله من الطاقه بيصل ليها البروتين، لكن مش هي الجلوبال مينيما، مش هي الاقل. طب انا هعرف ازاي؟ فدي كانت ليميتيشن في الطريقه دي، هعرف ازاي ان مش دي مثلا الجلوبال مينيما، او مش دي الجلوبال مينيما، او مش دي الجلوبال مينيما. فده بيحتاج ان انا اعمل سيميوليشن لايام، يعني الطريقه دي بتحتاج على الاقل يوم. طبعا يوم دوت انا يعني ايه ببالغ شويه، هي ايام ممكن اسابيع، بسيب الجهاز بتاعي شغال لحد ما ارسم انرجي لاندسكيب، ده بسميه انرجي لاندسكيب للبروتين، واشوف والله فين الجلوبال مينيما، ومن خلالها اشوف والله الاستراكشر بتاعي هيكون ايه. فهي طريقه اولا برضو دقتها مش عاليه قوي، ده رقم واحد، لان انا زي ما قلت لكم ممكن الاقي الكمبيوتر بتاعي ترابد عند لوكال مينيما، خلاص استقر عند لوكال مينيما وما يقدرش يوصل لي برضو للجلوبال مينيما اللي بيبقى فيها الاستراكشر الصحيح. فدي غير دقيقه، دي حاجه. الحاجه التانيه بتاخد وقت كبير جدا، على الاقل يوم الجهاز بتاعي شغال، وطبعا مش جهاز لابتوب او جهاز كمبيوتر، ده سوبر كمبيوتر في عديد من كروت الشاشه وعديد من المعالجات شغال خلال يوم كامل او اكتر من يوم عشان يرسم لي اللاندسكيب ده او الانرجي لاندسكيب، ومن خلاله اقدر اعرف الجلوبال مينيم او اعرف التيرشال ستراكشر. مؤخرا زي ما قلت لكم من حوالي 8 سنين كان الروبيتا فولد هو اللي ابتدى القصه دي، بس الدقه بتاعته كانت قليله، اللي هي عمليه الدينوفو بريدكشن، ان انا اعرف البريدكشن مباشره من السيكونس بغض النظر عن درجه التشابه بسيكونس اخر معروف الاستراكشر بتاعه. لا هو سيكونس ايا كان، هو ليه شبيه قبل كده او ملوش شبيه قبل كده، بدخله في السوفت وير، وعن طريق تعلم الاله. يعني ايه تعلم الاله؟ انا ببتدي اعلم جهاز الكمبيوتر بتاعي عن طريق الجوريزم معين او سوفت وير معين ازاي يتنبأ بالسكندري ستراكشر، ومن ثم الثري دي ستراكشر او التيرشري ستراكشر. اقول له والله لما السيكونس يبقى بالطريقه دي يبقى السكندري ستراكشر كذا، ولما السيكونس يبقى بالطريقه دي السكندري ستراكشر بيبقى كذا، وادخل بعد كده لما السكندري ده يقابل السكندري ده يبقى التيرشري بيكون كذا. ببتدي اعلم الكمبيوتر القصه دي عن طريق الجوريزمز. في الاخر الكمبيوتر لما يتعلم كفايه، طب انا بعلمه ازاي؟ ده سؤال مهم. بعلمه من البروتين ستراكشر اللي انا عرفتها لحد دلوقتي. طب انا عرفت قد ايه؟ لو دخلت على البروتين داتا بانك هتلاقي ان انا لحد دلوقتي عندي تقريبا 200 الف بروتين ستراكشر معروف. هتعرفه ازاي؟ تعرفه اكسبيرمنتال، دخلت المعمل وعملت الطريقه المعقده اللي اتكلمت عنها في السلايد اللي فاتت لحد ما اخدت صوره دقيقه للبروتين وعينت الاستراكشر. فانا ابتدي اخدنا الستراكشرز دي الموجودين، ال 200 الف الموجودين في البروتين داتا بانك، وعلمت جهاز الكمبيوتر او برامج معينه عن طريق ديب نيورال نتورك، دي ان ان معناها ديب نيورال نتورك، ده نوع من انواع تعلم الاله، الجوريزم من الجوريزمز بتاع تعلم الاله. من خلالها بيبتدي يطبق اكتر من لير في التعلم علشان في الاخر يعرف يتنبأ من السيكونس، يتنبأ بال3D structure. فالطريقة دي اتطورت من 8 سنين على ايد الروبيتا، سوفت وير اسمه روبيتا وموجود هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. وبعد كده بس طريقة الروبيتا او الالجوريثم بتاع الروبيتا كان بيديني structures درجة الثقة فيها مش عالية قوي، لا تتخطى ال 60%. بعد كده جت جوجل وحسنت من الالجوريثم ده، وصلتنا دلوقتي لدرجة ثقة او دقة تتجاوز ال 90%. وبرضه مؤخرا من اسبوعين فاتوا ميتا عملت بريك ثرو في القصه دي، وعملت حاجات سريعه جدا او الجوريثم بيتنبأ بسرعه كبيره قوي وبدرجه دقه برضه عاليه. نتيجه للتطور الحاصل في البروتين ستراكشر ديترمينيشن، وخصوصا طريقه الدينوفو
زي ما حضراتكم شفتوا كده في السلايد اللي فاتت، طريقة الدينوفو بروتين ستراكشر ديترمينيشن عالجت التو ليميتيشنز بتاعت الطريقة الأولى اللي هي الهومولوجي موديلنج في قصة ال 30% ايدنتيتي سيكونس ايدنتيتي. لا مش محتاج في الدينوفو سيكونس ايدنتيتي بأي ايدنتيتي وات ايفر السيكونس دي، حتى لو حاجة من دماغي كده راندوم حطيتها هيقدر يتنبأ بالستراكشر بتاعها. وبرضه تغلبت على الوقت الطويل قوي اللي كانت بتاخده طريقة البروتين فولدنج بالميكرو داينامكس سيميوليشن، فهي عالجت المشكلتين دول. بقى عندي سرعة في التنبؤ ودقة عالية جدا في التنبؤ بغض النظر عن هل يا ترى البروتين سيكونس ده ليه شبيه قبل كده معروف او لا. نتيجة دوت اصبح دلوقتي عندي في البروتين داتا بانك، ده موقع البروتين داتا بانك، عندي زي ما قلنا من شوية هو تقريبا 200,000 ستراكشر متحددين بطريقة اكسبيرمنتال، يا اما بالاكس راي يا اما بالان ام ار يا اما بالكرايو الكترون مايكروسكوب. 200,000، ده الكلام ده خلال قد ايه؟ خلال 40 سنة او 50 سنة فاتوا العدد دوت ال 200,000. ومقابل ال 200,000 دول بقى عندي اكتر من مليون موديل نموذج تم تحديده باستخدام السوفت وير، يا اما هومولوجي موديلنج يا اما بروتين فولدنج بالمولكيولار دايناميك سيميوليشن، يا اما الاكثر العدد الاكبر جاي من الدينوفو بروتين بروتين ستراكشر ديترمينيشن باستخدام الروبيتا او معظمهم الالفا فولد دلوقتي، ولسه الميتا يدخل على خط جديد. كام العدد؟ مليون في خلال قد ايه؟ تقريبا 5 سنين او 6 سنين فاتوا او اقل كمان من كده، مقابل 200,000 في خلال 40 سنه او 50 سنه فاتوا. فشايفين برامج الكمبيوتر او السوفت وير عمل ايه، الذكاء الاصطناعي عمل بريك ثرو حجمه وعامل ازاي في خلال 4 سنين فاتت بس، وصل العدد الاستراكشر المعروفه وبدقه عاليه على فكره، لان البروتين داتا بانك ما بيقبلش ستراكشرز دقتها قليله، بدقه عاليه جدا وصل مليون. فاصبح قصه ان ادخل المعمل واحدد البروتين ستراكشر حاجه خلاص بقت من قديم الازل، يعني مش محتاج ادخل المعمل. وكانت التجربة في المعمل بالإكس راي أو بأي طريقة إن ام آر أو كرايو إلكترون مايكروسكوب تكلفتها عالية جدا، الماشينز اللي بستخدمها تتجاوز ملايين الدولارات، وممكن تنجح أو لأ، وكده كان بتاخد على الأقل يعني شهر أو شهرين شغل. لكن دلوقتي أنا في دقايق معدودة أقدر أعرف البروتين ستراكشر باستخدام البريك ثروز اللي حصلت من جوجل ومن ميتا دي. فإن شاء الله في السلايدز اللي جاية هنتكلم بقى بالتفصيل عن الطرق دي، الميثودز دي اقدر استخدمها ازاي والنتائج بتاعتها احللها ازاي. روبيتا زي ما قلت لحضراتكم هو كان اول سوفت وير يعني ظهر في قصة الدينوفو بروتين ستراكشر ديترمينيشن باستخدام الديب ليرنينج او الماشين ليرنينج، وحقيقة لاقى نجاح كبير جدا درجة الثقة، يعني فتح الباب قدام قصة استخدام الماشين ليرنينج أو الذكاء الاصطناعي في تحديد البروتين ستراكشر. وبرضو المعلومات حضراتكم كل سنة بيقام زي أولمبياد لتحديد البروتين ستراكشر، لأن زي ما قلت لكم قصة تحديد البروتين ستراكشر كانت معضلة وحلها يعني يعتبر نقلة كبيرة جدا في الاستراكشر بيولوجي وفي البيولوجي بصفة عامة. فكان كل سنة بتقام أولمبياد بيتنافس فيها الناس باستخدام بقى طرق مختلفة، منها الكمبيوتر منها الحسابات باستخدام معادلات رياضية منها حاجات كتيرة جدا، كل واحد بيجي بالطريقة بتاعته ويبتدوا يتنافسوا، بياخدوا سيكونس مجهول ملوش استراكشر معروف قبل كده ويبتدي يشوف والله يتنبأ ال 3 دي استراكشر هيكون عامل ازاي. طبعا دخلت روبيتا في سنة من السنوات زي ما قلت لكم من حوالي 8 سنين، والحقيقة اكتسحت الأولمبياد في السنة ديت، وكان ساعتها بقى ايه ده توقيت او ذاع صيت الروبيتا وذاع صيت استخدام الماشين ليرنينج وقد ايه هو ممكن يكون حاجة واعدة في تحديد البروتين ستراكشر. وظهر الروبيتا واخد من اول ظهور ليه ان هو يتطور كل سنة عن اللي قبلها لحد ما وصل لدرجات ثقة تقارب 70% أو درجات دقة في البروتين ستراكشر ديترمينيشن تقارب 70 أو 80%. ده الويب سايت بتاع روبيتا فولد، وهو فري تعمل فيه الأول ريجستريشن في الويب سايت بتاع روزيتا أو بتاع روبيتا، وبعد ما بتعمل الأكاونت بتروح على الصفحة دي من خلال اللينك دوت،
هسيب لحضراتكم اللينك بتاع كل سوفت وير في الديسكريبشن. بتدخل على اللينك، بتيجي عند فوق structure prediction، تكتب submit. submit معناها ان انت هتدخل سيكونس جديد للسوفت وير. بعد ما بتضغط على كلمة submit بينقلك لصفحة جديدة فيها بعض الحاجات هنشوفها مع بعض. دي الصفحة اللي بتظهر بعد الضغط على التاب اللي هو submit. بيبتدي يقول لك والله البوكس دوت بتكتب فيه اسم الاستراكشر بتاعك او اسم السيكونس، وهنا ده التتابع. كل لتر من دول بيدل على امينو اسيد او كورسبوند لامينو اسيد معين في التتابع بتاع البروتين. فحضرتك ممكن تجيب التتابع دوت من اكتر من داتابيز، من زي الجين بانك، زي اليوني بروت، تقدر تجيب زي البروتين داتا بانك، ممكن تقدر تنزل حاجه اسمها الفاستا فايل. الفاستا فايل دوت بتاع البروتين بيحتوي على التتابع ده، اللي هو الاحرف الكابيتال دي، كل حرف زي ما بقول لحضراتكم هو امينو اسيد. بتاخد الاحرف ديت او التتابع دوت كوبي، وتروح حاطه بيست في البوكس دوت هو البروتين سيكونس. بعد كده بتروح مختار الطريقه او الميثود، اللي الحقيقه روبيتا فولد بيقدم اكتر من طريقه للمستخدمين من خلالها بيقدروا يعرفوا البروتين ستراكشر. منها الطريقة المعتادة اللي هي بتاعت الهومولوجي موديلنج، اللي هي هنا بتدوس دي. لو عملت عاوز تعمل هومولوجي موديلنج بتدوس على التاب دوت، وبالتالي بيروح جايب لك بقى ايه، جايب لك خانة جديدة عشان تحط فيها التتابع بتاع الاستراكشر المعروف. ان زي ما قلت لكم الهومولوجي موديلنج محتاج ان انت تقارن ما بين الاستراكشر بتاعك، السيكونس بتاعك الغير معلوم الاستراكشر بتتابع الاستراكشر المعروف. وهنا الطريقه دي برضو بتعتمد على الهومولوجي موديلنج مع الدينوفو، ربط الاثنين مع بعض برضو. ديت شرط يكون فيها برضو تتابع معروف، استراكشر بتتابع معروف. لكن لو عاوز الطريقه الدينوفو فباي ديفو بتبقى ديت متعلم عليها، او لو مش متعلم عليها حضرتك بتتعلم عليها اللي هي روزيتا فولد. دي خلاص مش محتاج بقى ان انت تحط تتابع لحاجه معروفه قبل كده، الاستراكشر معروف خلاص، هو بيعمل الطريقه الدينوفو باستخدام الماشين ليرنينج. وبعد كده بتروح حل المعادله دي علشان بس ما يعرف ان انت مش روبوت، وتقول له سبميت. المشكله بقى هنا في الروبيتا، الى جانب درجات الثقه المنخفضه شويه في الميثود بتاعت الروبيتا، ان هي بتاخد الحقيقه وقت، ان هو سيرفر واحد من خلاله الناس تقدر تدخل عليه وتعمل سبميشن للحاجات بتاعتها، ودي بتاخد وقت. فبيرد عليك بالايميل اللي انت مسجله من البدايه وانت بتعمل الاكونت بالريزلتس. فالقصه دي بتاخد قد ايه؟ بتاخد في المتوسط يعني 6 ساعات لو الدنيا رايقه، ممكن توصل يوم، ممكن توصل يومين، على حسب درجه انشغال السيرفر بتاع الروبيتا. فدي مشكله، انت لو عندك مثلا بروجكت كبير وفي اكتر من بروتين وعاوز تقارن ما بينهم، محتاج ان انت تستنى بقى ايه قصة يعني ان انت تدخل السيكونس بتاعك وتبتدي تعمل اكتر من جوب. ولو عملت اكتر من جوب برضو بيديك، بيبقى ليك ليميت معين خلال اليوم او خلال الشهر. في قصة الوقت دي برضو يعني نخليها، يعني نخلي بالنا منها، ان هي من احد العيوب بتاعة روبيتا. هو مش عيب كبير زي ما قلت لكم، مش وقت كبير قوي. لو انا بستخدم بروتين واحد عاوز اعرفه مش هتبقى قصة يعني، لكن هندخلها من ضمن العيوب لما هنيجي نقارن طريقة الروبيتا بالطرق التانية. بعد كده بيجي لك على الايميل الريزولت وبي دي بي فايلز، بتنزل البي دي بي فايلز وتفتحها بقى بالبرنامج اللي انت بتستخدمه، وتشوف والله بتجيب لك اكتر من موديل باكتر من درجات ثقة مترتبة بقى كده بسكورز، هنشوفه بعد شوية. السكور دوت اللي هو اسمه لوكال ديفرنس ديستنس تيست، البي البريدكتد لوكال ديستنس ديفرنس تيست او البي اي دي دي تي. السكور دوت لو اقل من 6 من 10 زي ما هنشوف بعد شويه يبقى درجه الثقه قليله، لو اكتر من 6 من 10 يبقى درجه الثقه عاليه واقدر اعتمد على الموديل اللي طالع معايا. الطريقه الثانيه طريقه الالفا فولد، كان في الفا فولد 1 كانت درجه الثقه اكبر من روبيتا، بس ستيل برضو يعني 80 90%. من حوالي سنه طلع الالفا فولد 2، ده انتاج شركه جوجل زي ما قلت لحضراتكم في البدايه. الالفا فولد الحقيقه تفوق، الالفا فولد 2 تفوق على الالفا فولد 1 بدرجات ثقه تجاوزت في معظم الاحيان 90%. برضو الالفا فولد
تولي ويب سايت، هو مش اوفيشال ويب سايت زي روبيتا، لكن في بعض المستخدمين عملوا له كود على الكولاب، والصفحة بتاعت الكولاب كود موجودة ومتوفرة، هسيبها لحضراتكم برضو في الديسكريبشن. هي ديت، وهسيبها لحضراتكم برضو في الديسكريبشن. بيفتح لك الكولاب نوت بوك زي ما انتم شايفين كده، وبيطلب من حضرتك ان انت بتدخل السيكونس بتاع البروتين اللي انت عاوز تعرف الاستراكشر بتاعه، وقلت لحضراتكم برضو ازاي بجيب السيكونس دوت. وبعد كده بتروح جايب من فوق هنا، بيجيب ران تايم، وبينزل لك من الران تايم هتقول له ران اول، او ممكن ان انت تعمل الخطوات ديت بتدوس على علامة المثلث دي واحد ورا التاني ورا التالت، او تعمل ران اول على طول. يبتدي هياخد وقت حوالي دقيقة او دقيقتين، ممكن 5 دقايق لو كان السيكونس بتاعك كبير. وفي الاخر بيعمل لك داونلود للمودلز اللي هو عمل لها بريدكشن بالاناليسيس بتاعها بكل حاجه حقيقه. يعني ميزه الالفا فور 2 غير ان هو ليه دقه عاليه جدا زي ما قلت لكم اكتر من 90%، لا بيجيب لك كومبليت اناليسيس للمودلز اللي طالعه عندك عشان تقدر تقارن ما بينهم في البدايه. يعني الطريقه الثالثه هي السوفت وير او الالجوريثم بتاع شركه ميتا، وشركة ميتا زي ما حضراتكم عارفين هي شركة فيسبوك، وفيسبوك غيرت اسمها مؤخرا لشركة ميتا. برضو الجروب بتاع فيسبوك طلع الـ ESM Fold، وده بقى الحقيقة يعني سبق زي الألفا فولد 2. الألفا فولد 2 كان سبق، الـ ESM برضو سبق من حيث السرعة، ده اللي يفرقه عن الألفا فولد 2. من حيث الدقة هو أقل منه نسبيا، يعني لما تيجي تقرا البيبر هسيب لحضراتكم اللينك بتاع البيبر بتاع السوفت وير ده في الديسكريبشن. لما تيجي تقرا البيبر هيقول لك والله لما نيجي نقارن درجات الثقه او الدقه بتاعت المودلز اللي بتطلع من اي اس ام فولد مع الالفا فولد 2، هنلاقي الالفا فولد 2 يتفوق من حيث الدقه الحقيقه، ويتفوق بفرق مش كبير قوي، يعني حاجه بسيطه. لكن الميزه في الاي اس ام فولد السرعه الرهيبه في التنبؤ. يعني الالفا فولد 2 يعني لو سيكونس صغير زي الايبكيتين اللي هو المثال اللي هنشوفه بعد شويه خد تقريبا مني حوالي 5 دقايق، الـ ESM Fold ثانية بدون مبالغة والله، ثانية أو ثانيتين بالكتير. تحط الـ sequence هنا بتاع البروتين اللي أنت عاوز تتنبأ بالـ structure بتاعه، وتقول له predict، في ثانية بدون مبالغة بيكون عندك الـ structure، تقدر تعمل داونلود زي ما حضراتكم شايفين هنا، أدي الـ structure أهو، تقدر تعمل له داونلود مباشرة. وبيديك كمان ال predicted local difference distance difference test دوت مؤشر او سكور بيقول لك والله قد ايه درجة الثقة بتاعت ال structure بتاعك ده. زي ما قلت لحضراتكم اكتر من 6 من 10 يبقى درجة الثقة عالية، حاجة تقدر تعتمد عليها في شغلك بعد كده. اقل من 6 من 10 لا، يبقى كده تخلي بالك ان ال error هيكون فيها عالي جدا. فادي الابيكيتين اللي احنا اشتغلناه في المثال اللي هقوله لحضراتكم بعد شويه او اشرحه لحضراتكم بعد شويه. درجه الثقه تقريبا كانت 85%، ودي درجه ثقه عاليه جدا يعني، ووقت قليل جدا. يعني الفا فولد 2 الابيكيتين خد 5 دقائق زي ما قلنا لحضراتكم، في الاي اس ام فولد ما كملش فعلا ثواني. وكان عندي الاستراكشر نزلته، وده المبهر الحقيقه في اللي عملته ميتا. هو مش حاجه جديده، يعني الفا فولد 2 كان ليها السبق في القصه دي، لكن المبهر السرعه العاليه جدا، وكمان الدقه العاليه، دقه عاليه وسرعه عاليه. دي نتائج اللي ظهرت في مثال الابيكيتين. الابيكيتين دوت احد البروتينات البسيطه زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي موجوده في تقريبا كل الخلايا. هو حتى اسمه ابيكيتين نسبة إلى كلمة إبيكيتس. إبيكيتس يعني حاجة منتشرة على العموم في كل الخلايا، لازم يكون موجود الإبيكيتين، وليه أدوار كتيرة جدا في البروتين فولدينج والسيجنالينج وحاجات كتيرة قوي ممكن حضرتك تدخل تعمل عليها سيرش. فهو بروتين شائع في كل الكائنات الحية، في الإنسان وغير الإنسان، ودايما بيتاخد كبنش مارك. يعني لو حابب إن أنا أعمل بنش ماركينج لأحد السوفت وير الخاصة بالبروتين أو بالمودلينج، بيتاخد كبنش مارك الإبيكيتين عشان بسيط وسهل ومنتشر في كل الكائنات الحية. فده الإبيكيتين.
جبت السيكونس بتاعه من اليونيبروت واستخدمت الثلاث طرق الروبيتا والاسم فولد واللي هو بتاع ميتا والالفا فولد 2 بتاع جوجل. والبينك دوت اللي هو الكريستال ستراكشر، اللي هو ستراكشر معروف اتعمل له كريستالايزيشن وتحدد الكريستال ستراكشر بتاعه او البروتين ستراكشر بتاعه بالاكس راي كريستالوجرافي. الكلام ده من زمان يعني من حوالي 20 سنه ولا حاجه، فهو ستراكشر معروف خلاص يعني 100% معروف والستراكشر بتاعه محفوظ في البروتين داتا بانك. فانا جبته عشان اقارن ما بين الشكل او الستراكشر البريدكتد والستراكشر الحقيقي بتاع الابيكوتين، وقارن ما بين الاداء لكل سوفت وير من اول الروبيتا الى الالفا فولد 2. زي ما حضراتكم شايفين في الشكل دوت، ده بسميه ستراكشر الاينمنت. يعني ايه ستراكشر الاينمنت؟ يعني جايب الفور ستراكشرز بتاع الابيكيتين، اول واحد ده اللي هو البينك ده، ده الاستراكشر بتاع البروتين الحقيقي اللي انا نزلته من البروتين داتا بانك اللي تم تحديده اكسبيرمنتالي بالاكس راي كريستالوجرافي. واللون بعد كده الصيان اللي هو اللبني ده، ده الاستراكشر اللي تنبأ بيه، سوري انا غلطان معلش، الصيان دوت الكريستالايزد ابيكيتين اللي هو جاي من البروتين داتا بانك الحقيقي، الاستراكشر الحقيقي ده الصيان، تمام؟ اللي هو اللون ده. والجرين ده الاستراكشر الجرين اللي هو فوقيه دوت معمول له الاينمنت، ده اللي جاي من الاي اس ام فولد اللي تنبأ بيه الاي اس ام فولد بتاع شركة ميتا. واليلو الاصفر الاستراكشر الاصفر ده الاستراكشر اللي تنبأ بيه الالفا فولد 2. والبينك في الاخر ده الاستراكشر اللي تنبأ بيه الروبيتا. زي ما قلت لحضراتكم انا كده عندي فور ستراكشر، واحد ريل واحد حقيقي وثلاثه بريدكتد، معمول لهم ستراكشر الاينمنت يعني محطوطين فوق بعض عشان اقدر بمنتهى السهوله اشوف والله الفروقات ما بين الفور ستراكشرز. جنب كل واحد من الثلاثه اللي هم البريدكتد جايب لك البريدكشن تايم، يعني في الاي اس ام فول لم يتجاوز 2 سكندز، ممكن اقل من 2 سكندز. ودرجة السكور بتاع البي ال دي دي تي 8 من 10 او 86 من 100. الستراكشر الاصفر اللي جاي من الالفا فول 2 خد تقريبا 5 مينتس 5 دقائق، والبي ال دي دي تي سكور بتاعه كان اعلى من الاي اس ام فولد وبرقم تجاوز ال 9 من 10 90% او 91 من 100. الاستراكشر الاخير بتاع روبيتا خد حوالي ساعتين، كان يعني لحسن الحظ السيرفر بتاع روبيتا كان الدنيا فيه يعني مش زحمه قوي، وكان درجه الثقه بتاعته او البي ال دي دي تي 71 من 100. زي ما حضراتكم شايفين كده ان روبيتا الاقل في الثقه اعلى منه الاي اس ام فولد، اعلى منهم او الاعلى في الثلاثه الالف فول 2 بدرجة ثقة تخطت ال 91%. لما نيجي نبص كده على الستراكشر نفسه او 3 ستراكشرز مقارنة بال بالريل ستراكشر الكريستالايز ستراكشر، هنلاقيهم تقريبا كلهم متقاربين، كلهم نفس الشكل. الاختلافات هلاقيها هنا في اللوب ده، طبعا الفا هيليكس زي ما اتفقنا ان ده السكند ستراكشر، ده كده التيرشر ستراكشر بتاع الابيكيتين، لكن احنا اتفقنا ان التيرشر ستراكشر بيتكون من سب سكندري ستراكشرز، ممكن كلهم يكونوا الفا هيليكس، ممكن كلهم يكونوا بيتا شيت، او ممكن يكون ميكس ما بين الالفا هيليكس والبيتا شيت زي المثال بتاع الايبيكيتين اهو. انا عندي فيه عندي سب دومين اهو او سكندري ستراكشر، جزء من البروتين عباره عن الفا هيليكس والجزء الثاني عباره عن بيتا شيت، وعندي ما بين الالفا هيليكس والبيتا شيت لوبس، دي بسميها لوبس، يعني مناطق ملهاش ستراكشر محدد بتبقى هايلي فليكسبل. وبالتالي التنبؤ بالمناطق دي لو عندي بروتين فيه لوبس كتير بيبقى صعب جدا اتنبأ بالاستراكشر بتاعه بدرجة ثقة عالية. دي برضو من احد العيوب بتاع ال دينوفو بروتين استراكشر، حتى بالالفا فولد او حتى بالالفا فولد ما يقدرش يتخطى مثلا 60% 70% للبروتينات اللي فيها لوبس كتير، ودي موجودة على فكرة وبسميها intrinsically disordered protein، بروتينات كده موجودة ومنتشرة في الكائنات الحية فيها لوبس كتير وبتغير شكلها بشكل كبير قوي وبريت عالي قوي، فبالتالي التنبؤ بالستراكشرز بتاع البروتينز دي صعب.
فزي ما حضراتكم شايفين كده، ادي مناطق اللوبس اللي فيها اللوبس بيبقى درجة الثقة فيها قليلة، وفعلا الاختلاف واضح ما بين الفور ستراكشر وما بين الثري ستراكشر، البريدكتيف ستراكشر كمان والريل ستراكشر، فرق واضح هنا، برضو فرق واضح هنا في اللوبس اللي هنا دي او اللوب ده هنا، يعني في اتساق شوية ما بين الفور ستراكشرز في اللوب ده. دي حاجة كويسة يعني ان اللوب ويطلع بدقة عالية كده، بس ده علشان يعني لوب ما بين تو دومينز، تو سكند ستراكشر الفا وبيتا. دايما اللوب اللي ما بين تو دومينز، اللي بيربط ما بين تو دومينز بيبقى شوية اوردرد، يعني ليه شكل محدد ومبقاش حر الحركة يعني، فعشان كده التنبؤ بيه كان بدرجة عالية. هلاقي برضو فيه هنا اختلاف في الجزء الاول من اللوب ده، هنا في الريل ستراكشر اللي هو السيان، هو هنا واخد شكل البيتا شيت، لكن الفوق الثري سوفت وير سواء الاي اس ام فولد او الالفا فولد 2 او الروبيتا ما قدرش ان هو يتنبأ ان الحته دي الفا فولد. فدي برضو هنا ده الديفرنس يعني ما بين الواقع بتاع الابيكتين الكريستال ستراكشر وما بين البريدكتيف ستراكشر، بس دي هنتغلب عليها بعد شويه، هوريكم ازاي نقدر نتغلب على الايرورز البسيطه دي. نفس الكلام هنا برضو عندي ايرور، ادي الريل ستراكشر بتاع الابيكتين، هنا المفروض المنطقه دي تبقى مترتبه على انها بيت، لكن هو مديها لنا هنا في الثري بريدكتيف ستراكشرز على انها لوب، فده برضو ايرور تاني. نفس القصه هنا برضو، هنا مترتبه ان هي بيتا شيت لكن هي مديهاني لوب، فدي بعض الايرورز اللي مش هيقدر السكور مش هيقدر يقولها لك، لكن انت بالفيجوال انسبكشن كده لما تفتح الاستراكشر وتعمل ستراكشر الاينمنت هتبتدي تشوف ايه الايرورز بتاعتك مقارنه بال الكريستالايز ستراكشر، ودي تقدر تتغلب عليها ان انت تقلل الايرورز دي عن طريق حاجه اسمها البلوكلر دايناميك سيميليشن، ودي اتكلمنا عنها قبل كده، ان انا هاخد الاستراكشر ده واروح عن عامل تجربة مولكيولار دايناميك سيموليشن بوقت معين لا يقل عن 10 نانو سكند، علشان في الاخر يحصل حاجة اسمها ريلاكسيشن، يعني الاستراكشر دوت يبتدي يرتخي وياخد الوضعية المريحة ليه، وبالتالي لما ياخد الوضعية المريحة ليه كل بقى الايرورز دي هتبتدي تظبط ويحصل استراكشر ريفاينمنت زي ما هنشوف في استراكشر اللي جاية ان شاء الله او اللي بعد اللي جاي. زي ما قلت لحضراتكم الخطوة اللي احنا عملناها دي كانت خطوة أولية، الاستراكشرز أو البريدكتيف ستراكشر اللي طالعة منها ممكن تعتمد عليها، بس زي ما شفنا كده في الفيجوال انسبكشن في بعض الايرورز، حاجات المفروض تبقى مثلا بيتا شيت لا مطلعها لي لوب، حاجات المفروض تبقى لوب مطلعها لي بيتا شيت، والكلام ده في يعني احنا جربنا على الابيكيتين، الابيكيتين دوت يعتبر سمول ستراكشر او سمول بروتين، لو عندي لارجر بروتين ستراكشر الايرورز دي هتزيد. طيب وبالتالي ما اقدرش اعتمد على الاستراكشرز دي فور جرانتد، يعني من غير ان انا اظبط الحاجات البسيطه دي هتفرق معايا بعد كده، لو انا بعمل دوكينج، لو انا واخد البروتين دوت بعمله بريدكشن عشان اعمل دوكينج، بعمل بتاع ده بعمل كامبين لدراج ديسكفري، بعمل سكريننج يعني ليجند بيز سكريننج، بعمل ستراكشر بيز سكريننج، الايرورز البسيطه دي هتاثر معايا بعد كده. فبالتالي الخطوه التاليه اللي بتحسن لي بقى من الايرورز دي او بتظبط لي الايرورز دي بتقلل منها بشكل كبير جدا، ان انا لازم اعمل ريلاكسيشن، بسمي العمليه دي بوست بريدكشن ريلاكسيشن، ان انا عملت خلاص بريدكشن لازم ابتدي بقى ايه اعمل ريلاكسيشن للستراكشرز دي علشان اشوف احسن ستراكشر من حيث الدقه واقدر اعتمد عليه واختاره في الشغل بتاعي بعد كده بقى. طب بعمل القصه دي ازاي؟ بعمل القصه دي كالتالي، اول خطوه ان انا مش بستخدم بقى، ما دام الحمد لله بقى عندي اكتر من طريقه للبريدكشن وعندي اكتر من الجوريزم، الصح ان انا بتستخدم الثلاث طرق زي ما احنا عملنا كده، الروبيتا والالفا فولد 2 وكمان اي اس ام فولد، واخد منهم كل الاستراكشرز اللي هم تنبأوا بيها، يعني كل واحد من دول بيطلع لك اكتر من موديل، على فكره مش موديل واحد، بيطلع لك اكتر من موديل للاستراكشر بتاعك او البروتين بتاعك، هتاخد كل المودلز دي وتبتدي تعمل لكل واحد فيهم
molecular dynamic simulation على الأقل 10 نانو سكند. كل ما كترت كل ما كان أحسن، بس يعني لكل واحد نفس الوقت. ما تعملش الأول موديل مثلا 50 نانو سكند زي ما هنا كده في المثال ده، وتيجي تعمل الموديل التاني تقول اه والله 50 خدوا مني وقت كبير، فأنا هعمل إيه؟ هعمل 30 بس أو 20 بس أو 10 بس. لأ، هتختار تعمل 50 يبقى 50 للكل، هتختار تعمل 10 يبقى 10 للكل، وتبتدي يطلع لك تراجكتوري. تبتدي طبعا الجراف دوت ده الجراف بتاع الروت مين سكوير ديفيجن بتاع البروتين، يعني كمثال للداينامكس، يعني مش هو ده بس اللي هتستخدمه. لا، انت بتاخد التراجكتوري كله، تبتدي تعمل له اناليسيس. ممكن ان شاء الله نفرد حلقة تانية لموضوع الاناليسيس للمولكيولار داينامكس سيميوليشن تراجكتوريز. ومن خلال الاناليسيس بتعمل حاجة اسمها فيتشر سيلكشن، تبتدي تاخد الفيتشرز بتاع الدايناميك بيهيفير لكل موديل. يعني بتشوف والله الموديل دوت لما يبتدي يتحرك بقى في الوضع الدايناميك، الوضع المتحرك، لان البروتين اصلا في الخليه هي مش ثابته، ما بتبقاش كده ستاتيك، لا بتبقى متحركه وبتتفاعل مع الوسط المحيط اللي في الخليه. لما نشوف بقى والله الاستراكشر دي لما تبتدي تتحرك في الميه وفي الايونز والكلام ده كله، الفيتشرز بتاعتها الخصائص بتاعتها بتبقى ثابته ومستقره ولا لا، يعني وصلت للثبات بسرعه ولا لا. ومن خلال الفيتشر سيلكشن والاناليسيز للمولكيولار دايناميك سيميوليشن تراجكتوريز ببتدي اعمل سكورينج، ببتدي ادي لكل موديل بناء على الفيتشر سيلكشنز اللي انا خدتها من الاناليسيز بتاع المولكيولار داينامكس، احط سكور لكل موديل واجمع السكورز دي السب سكورز دي لحد ما اوصل لتوتال سكور لكل موديل، وبناء على السكور ده ابتدي اختار احسن موديل في المودلز اللي انا حطيتها في البدايه او استخدمتها في البدايه. الموديل اللي طالع ده بقى يبقى هو ده خلاص الريفايند والريلاكسد، وابتدي اقدر اعتمد عليه بثقه عاليه جدا جدا، كاني بالظبط عملت له كريستاليزيشن في المعمل. ابتدي استخدمه بقى بثقه عاليه في التجارب التانية بتاعتي، سواء دوكينج سواء ليجند بيزد سكريننج او ستراكشر بيزد سكريننج، وات ايفر انا عاوز استخدمه في ايه. الحاجة برضو اللافتة اللي عملتها شركة ميتا، وحاجة جميلة جدا، قالت والله يعني علشان توري للناس او الناس اللي شغالين في المجال او العلماء اللي شغالين في المجال قد ايه الميثود بتاعتهم سريعة ودقيقة، قالت لك والله انا هاخد عينه عشوائيه من البيئه من كذا كذا منطقه في الكره الارضيه، يعني مش منطقه محدده، يعني هاخد عينات من المايكروفلورا اللي عايشه في الجهاز الهضمي الانسان وغير الانسان على فكره، واخد عينه من البحر من الاعماق ومن السطح، واخد عينه من الصويل من ديفرنت بليسز موجوده موجودين على سطح الارض من اماكن محدده على سطح الارض، وكمان من الفضاء. يعني هاخد عينات، طب العينات دي ايه؟ سامبلز، عينات من التربه، عينات من الميه، عينات من الستولز بتاعت سواء الانسان او غير الانسان. هتقولي طب هعمل بيها ايه؟ الحاجات دي عايش فيها كائنات، العينات دي عايش فيها كائنات دقيقه، مايكرو اورجانيزم سواء فطريات سواء بارازايتس او سواء حتى بكتيريا، الاف مؤلفه او ملايين من الكائنات الدقيقه دي عايشه واحنا مش واخدين بالنا يعني. فتقول لي طب ما تزرعها، ما انت تاخد العينات دي تزرعها الاول في المعمل. هقول لك مش كل البكتيريا او المايكرو اورجانيزم اقدر ان انا ازرعها في المعمل، جزء بسيط جدا لا يتعدى 10% من عينه. مثلا خدت عينه من التربه، التربه دي فيها ملايين البكتيريا، ملايين الانواع من البكتيريا، لو انت خدت العينه بتاعت التربه دي وزرعتها في المعمل هيطلع لك بس 10% من المحتوى او من الكائنات اللي موجودة الحقيقية اللي موجودة في التربة دي. طب 90% ما بيطلعوش ما بيتزرعوش، محتاجين ظروف محددة علشان يطلعوا. فبالتالي انت لو قلت لي والله هاخد العينة دي وازرعها وبعد ما ازرعها ابتدي اعمل دي ان ايه استراكشن لكل مايكرو اورجانيزم وبعد كده احدد السيكونس بتاعه، هقول لك الكلام ده كان زمان. دلوقتي في النكست جنريشن دي ان اي سيكونسنج بقى مباشرة تقدر تاخد العينة من مصدرها وتحللها على طول، وهيحلل لك الدي ان اي الموجود في العينة لكل الكائنات اللي بقى الموجودة من غير ما تزرعها. انت عرفت الجينز
وعرفت المحتوى من الدي ان ايه لكل الكائنات مايكرو اورجانيزم اللي عايشه في العينه بتاعتك دي، سواء انت زرعتها في المعمل او ما زرعتهاش هيطلعها لك، فيبقى عندك كميه ديتا من الدي ان ايه كبيره جدا جدا لكل الكائنات زي ما بقول لحضرتك موجوده في العينه. فده اللي حصل اللي عملته شركه ميتا، وده على فكره حصل قبل كده، بس هي شركه ميتا عملته لهدف تاني، ده اسمه ميتا جينومكس. العمليه اللي انا قلتها لكم ديت ان انا باخد عينات، والعينات دي مباشره بحدد الدي ان ايه اللي موجود فيها او الجينز اللي موجوده فيها من غير ما ازرعها في المعمل، دي بسميها الميتا جينوميك اناليسيس او الميتا جينومكس. ميتا عملت ايه في القصه دي؟ خدت السيكونس، والسيكونس ده قلنا تعيينه سهل جدا، دي ان ايه سيكونسر او بروتين سيكونسر، هقدر اعرف التتابع بتاع الجينز مباشره ما ياخدش مني يوم القصه دي. لكن هي عملت ايه؟ خدت السيكونس دي وابتدت تتنبأ بالبروتين ستراكشر بتاعت البروتينز دي. اتضح حاجه مهمه قوي، ان انا لو خدت اليونيفرس ده الكون بقى، الكون بتاع الدي ان ايه وبتاع الكائنات الحيه بتاع الجينات، هلاقي ان انا اللي اعرفه من الستراكشرز تقريبا 30% او اقل، وال70% انا ما اعرفش الاستراكشر بتاعه، انا عارفهم، انا عارف الدي ان ايه وعرفت اوصل له، لكن الحقيقه الاستراكشر بتاعه انا ما اعرفوش. لذلك ميتا راحت عامله الخريطه دي او ما يسمى بالاي اس ام، ميتا جينوميك اطلس، عملت اطلس، وده الموقع بتاع الاطلس. الخريطه اللي قدامكم ده والشكل ده كانه كون لكل البروتينات اللي لقيتها. طبعا البروتينات دي اتعملت لها هي بريدكشن، ميتا عملت لها بريدكشن بالاي اس ام فولد، وبعد ما عملت لها بريدكشن حطيتها في الاطلس ده. الكلام ده خدها منها قد ايه؟ خد منها اسبوعين. لقد ايه بقى؟ لكام بروتين او لكام جين؟ ل 617 مليون جين او مليون بروتين، تنبأت ب 617 مليون. احنا في الاول خالص كنا بنتكلم على 200,000 من 50 سنة تم التعرف عليهم بالتجربة في المعمل، وبعد كده قلنا والله من 4 سنين لما ظهر الالفا فولد والبيتا فولد الموضوع وصل لحد مليون. لا احنا بنتكلم في اسبوعين ميتا قدرت توصل وتعرف الاستراكشرز بتاع 617 مليون بروتين، ودي حاجة مذهلة الحقيقة، يعني مش عارف حضراتكم متصورين الانجاز او حجم الانجاز ولا لا، حاجة مذهلة جدا الحقيقة يعني. فبالتالي عملت الكون بقى من البروتينات ده، ويعني مفاجئ او هو مش مفاجئ يعني، الحاجة صراحة يعني مبهرة، ان تقريبا يعني 40% او ممكن يوصل 60% من البروتينات دي لأول مرة نعرفها، ما كانتش معروفة قبل كده، ما كانتش معروفة قبل كده، لأن أولا الجينات ما كانش أقدر أفصلها قبل كده، وحتى لو فصلتها وطلعت بروتينات، البروتينات دي ما كنتش أقدر إن أنا أعمل لها كريستاليزيشن، يعني السكيل دوت كل ما اللون قرب للبيربل ده معناه إن البروتين دوت معروف، كل ما بعد عن البيربل جرين ثم يلو ده معناه ان البروتين دوت مش معروف، السيميلاريتي بتاعته ما بينه وما بين اللي قبل كده قليله، يعني عند اصفر كده السيميلاريتي اقل من 30%، البروتين ستراكشر السيميلاريتي بتاعته اقل من 30% لحاجات معروفه قبل كده، اخضر تقريبا 50%، البيربل دوت او الازرق اعلى من 80%. فانا عندي الجزء من البروتينات اللي اول مره اعرفها مش قليل، يعني حوالي 30% او 40% في التجربه اللي عملتها ميتا دي، زي ما انتم شايفين الاجزاء الخضراء والاجزاء الصفراء دي كلها بروتينات اول مره اعرفها. على فكره الصوره دي طبعا يعني دي مصغره، كل نقطه في الصوره دي، كل نقطه كل دوت في الصوره دي هي بروتين، وانت لو دخلت على الويب سايت هتلاقي الصوره دي انتر اكتف وتقدر تعملها زوم ان وزوم اوت، ودي بتيجي تشوف كل منطقه في اليونيفيرس دوت بشكل دقيق، وبيديك معلومات عن البروتين ودرجه الثقه والكلام ده كله. فالحقيقة يعني دي حاجة يعني نقدر نحيي عليها شركة فيسبوك، إنجاز غير طبيعي وغير حاجة جميلة جدا، زي ما قلت لكم هتنقل البشرية وهتنقل العلوم البيولوجية بصفة خاصة لآفاق جديدة كليا الفترة اللي جاية، لأن أنا عندي دلوقتي 617 مليون بروتين، أنا عمري كنت أحلم بالرقم ده، أنا عارف الاستراكشر بتاعهم وبدرجة ثقة عالية. أكون يعني البشريه عمرها ما كانت تحلم بالقصه دي، كانت موضوع البروتين ستراكشر يا جماعه معضله
لحد من سنتين فاتوا كانت معضله كبيره وبتعمل لها مسابقات كل يوم. خلاص المسابقه دي المفروض تتلغي، ملهاش لازمه بقى دلوقتي. يعني المسابقه كان هدفها انها تحفز الناس تشوف طريقه لحل المشكله دي. خلاص المشكله تقريبا دلوقتي اصبحت يعني محلوله كليا. ف يعني دي خطوه في التاريخ او مرحله في التاريخ الحقيقه فارقه جدا، وهتنقل لنا العلوم البيولوجيه وخصوصا علوم البروتين والاستراكشر بيولوجي بافاق جديده كليا الفتره الجايه ان شاء الله. في النهايه يعني بحيي حضراتكم واشكركم شكر جزيل على حسن الاستماع، وبفكر حضراتكم بالبلاتفورم او المنصه بتاع بايو انفورماتيكا. دي منصه بنقدم فيها خدمات الانسيليكو اناليسيس بصفه عامه او النمذجه الموديلنج بصفه عامه من مولكيولار دايناميك سيميوليشن دوكينج نتورك فارماكولوجي حتى بروتين ستراكشر ديترمينيشن. واصبح بالنسبه لحضراتكم دلوقتي الموضوع سهل، لكن احنا ممكن نساعد حضرتك في الخطوات التاليه بتاعه البوست بريدكشن ريلاكسيشن اللي بتحتاج مولكيولار دايناميك سيميوليشن. مولكيولار دايناميك سيميوليشن ممكن يحتاج كومبيتيشنال باور عاليه شويه، فده احنا بنقدر نوفره على منصة بايو انفورماتيكا، إلى جانب طبعا الخدمات الاستشارية والخدمات التعليمية كتيرة جدا اللي بنقدمها على المنصة. هنبقى سعداء جدا في إن حضرتك تزورنا على المنصة، وهنبقى سعداء أكتر لو قدرنا إن احنا نساعدك في البحث بتاعك اللي بيعتمد على أي خدمة من خدمات الإنسيليكو إنسيليكو أناليسيز. يعني في النهاية بشكر حضرتك مرة تانية، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.